مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في هذا العدد الجديد من حصة صريح جدا. اليوم راح نشوفوا ونسقسيوا المواطن الجزائري ونقولوا له شنو هي الحاجة اللي تخمم فيها بزاف قبل النوم. تابعوا معنا نشوفوا كيفاش تكون الإجابة. قبل ما ترقد وشنو هي الحاجه اللي دائما تخممها ولا تشغل بالك بزاف يا اخو؟ من الاخر انا قبل ما نرقد يا اخو نخمم كباب ما نموتش. خاف تموت؟ نخاف نموت على خاطر ما عنديش الفاليزه يا اخو. ما دي ربي نخاف ربي بصح ماشي موجد خويا. انا لقيت امام هضرت معاه قال لي الحفره ماشي سهله يا اخو. قعدت لي هنايا قسما بالله كل ما تجي حترقد احنا نرقد نتفكره ونحبس الادمان الى مت. تسمى الى خاطش علاه الوقت اللي انا في العصر هذا الموت تخطف صغير كبير تخطف كريس كاردياك. كل ما تجي حترقد تخمم في الموت؟ كل ما نجي احنا نرقد نخمم في الموت يا واحد مؤمن يخمم في الموت واحد كافر ما على باله. انت ماشي انت ما تخافش الموت تخاف واش كاين بعد الموت؟ نخاف واش كاين بعد الموت ما نخافش الموت على خاطش جايه هكذا ولا هكذا راح تموت. بكل صراحه وشنو هي الحاجه اللي تخممي فيها بزاف قبل النوم؟ على البنيان. هذا ما كان والله. يعني البنيان هو شاغل بال. ايه بالبزاف. واش تخممي؟ باش دير الضاله باش تفيني ندخلوا على 10 سنين 4 سنين عامي ان شاء الله. ماشي ساهل البنيان. واعر بالبزاف. واعر. لا سيتياسيون تاع الجزائر على بالك كيفاه غالي. يعني هاد البنيان هذا والتفكير تاع البنيان قبل ما ترقدي لازم تفكري. لازم والله شنو دير حسابها دير التليفون وتحسب السيمانه الحديد شحال الحق تدخل لجوجل تسوم الحديد شحال 10 و80 11 و30. الزوجه تاعي زوجة تاعي الله يبارك فيك خويا. من تخمم نفس تخمم ماشي بالبزاف هي اللي دير حساباتي ديما. الحاجه اللي نخمم فيها هي واش ندير غدوه واش عندي بروغرام كوم تو لوموند واش نطيب قبل ما ترقدي تخمم واش طيب. وي وي طيبي غدوه واش نطيب غدوه البروبليم كاع لي فام جو بونس. اكيد هي ذكر الله سبحانه عز وجل اذكار النوم ولا قراءه سوره الملك صنون فاش باب اللي واحد يخمم في المشاكل اللي عنده قبل النوم. وشنو هي الحاجه اللي تشغل بالك بزاف وشنو هي الحاجه اللي يعني تتفكري ولا يعني تفكري فيها بزاف؟ بروميرمون تشهد الشهاده نقرا القران تاعي سوره الملك ونرقد دائما. وشنو هي الحاجه اللي تجيك في بالك بزاف بكل صراحه؟ الموت. لازم ماه لازم قبل النوم تتفكر ايه علاش بروميامون علاش نشهد؟ تخاف لو كان غد من داك ما تنوضش صافي وبليجي تشهد. يعني الموت دائما تجيك في بالك قبل النوم؟ ايه ما في اي وقت ماشي برك. واش تخافي؟ تخاف تموت ماشي في حسن ما تكونش في حسن خاتيمه. سا ديبون. واش تخاف بعد الموت؟ يا اخو نخاف كل نخاف ملك الموت نخاف ربي سبحانه نخاف كاع الملائكه نخاف كل اشياء من جميع فاش خلقها ربي تحت الارض نخافها يا اخو. من الاخر على خاطر شريكي ماشي سهله قسما بالله يا على ماكش توجد على ماكش توجد. انا يا اخو نكذب عليك سيتياسيون واعره سيتياسيون واعره ربي ومولاها يا اخو قسما بالله. شوف اللي خلق ما يضيع بصح كاين واحد الامور توعني الادمان يا خو واعر ادمان ما خلاني ندير والو في حياتي. وشنو هي الحاجه اللي تخمم فيها بزاف قبل ما ترقد ولا الحاجه اللي تشغل بالك بزاف قبل النوم بكل صراحه؟ قبل النوم هنا في الجزائر والله جامي خممت نرقد ديريكت جامي حلمت وجامي خممت جامي خممت قبل ما ترقد. ايه ما انا كنت عايش لهيه في الغربه قعدت واحد 3 سنين ونص وعاود جيت هبطت هنا. واش من حاجه اللي نخمم فيها قبل ما نرقد؟ نكذبش عليك والله ما نخمم يا اخو قسما بالله ما نخمم. نحط راسي بونوي صبحو بخير بونوي صبحو بخير نحط راسي نرقد ديريكت والله العظيم غنرقد يا اخو.
شغل بالك والو؟ ما كاش ما خمم ما نخليها على ربي، نحط راسي نرقد ديريكت. واش دير قبل ما ترقد؟ واش تذكر؟ واش ندير؟ واش نفطر؟ واش تذكر؟ واش تذكر؟ اذكر نذكر واش نذكر؟ نريح شومبر، راني نشوف تيك توك راني مكسل، حتى يجيني نعاس نحط راسي نرقد. اذكر النوم كيف زعما شغل القران ومنه نقرا سوره الفاتحه سوره الناس اسميهم الشيطان نستغفر ونتكسل ونرقد، ندير فوتيلاتور افو ونتكسل. قبل ما ترقدي واش تخممي؟ واش تخممي؟ والله نخمم على ولادي كيما هذا الفئه هذه مهمشينهم بزاف مساكن، والله غير نخمم عليهم، هذو الفئه هذه مهمشينهم بزاف منهم ولدي بعد. وشنو هي الحاجه اللي تخممي فيها بزاف قبل النوم؟ قبل النوم تجي بزاف في بالي، اسكو ما غلط في حتى واحد لا جورني؟ تعاودي تراجعي يعني اليوم هذا واش درتي كاع في لا جورني؟ اون سي جامي غلطت ولا غلطوا فيا بيان سور. قبل ما نرقد هكا باش ما نخليش روحي هادي فوق هادي. شتي واحد كي كوميلي لي زيغور ديالو ماشي مليح، لازم تمتم يراجع في لا جورني يخمم مليح اسكو غلط فيه كاش واحد يطلب منه السماح، ولا غلطوا فيه يطلع حسابه ثاني. وشنو هي الحاجه اللي تفكر فيها وتخمم فيها بزاف قبل ما ترقد؟ يا خو نخمم كيفاش نجوز جونيه تاعي غدوة من داك، فاهم؟ كيفاش تدخل مصروفك؟ كيفاش راح تنافيكي ما على باليش؟ راك فاهم يا خو؟ يعني هذا هو التخمام اللي يجي قبل ما ترقد يا خو. هذا هو التخمام. وقت شو يا خو؟ وقت شو الحاله اللي رانا فيها يا خو؟ خدمه ما كاش ما كان والو يا خو. هي كي تجي تشوف الافكار اللي تشغل بالنا راهي توت لا جورني، ودي فوا في الليل كي ما يجيكش النوم تخمم تو تي بروبلام في المستقبل تاعك، واش راح دير، واش راك تخمم، واش راك واش عندك كوم دي زيدي كوم دي غاف رياليزي. هذه هي. شنو هو المشكل اللي تخمي فيه بزاف صراحه؟ انا جي دي بروبلام بيرسونيل افيك لو بابا اي لا بيل مير. انا مبتليه في الوالد ان شاء الله ربي يفضلك. يعني تجيك بزاف قبل النوم تخمم؟ وي سي ان بروبلام راني عايشه معاه يوميا، ما توشي بوكو بوكو هذا لو بروبلام. بكل صراحه وشنو هي الحاجه اللي تخمم فيها بزاف قبل ما ترقد كي تحط راسك في المخده؟ شو بون السلام عليكم خوتي، انا كاين زوج عفايس نخمم فيهم قبل ما نرقد، كاين زوج صوالح نخاف يروحوا لي والدي يا خو كي نجي نرقد. انا عم انا مريح مريح نقول هكا وتروح لي يما هكا وتروح لي بابا كيفاش، ومن بعد من بعد دور لي نقول انايا يا الموت وكذا ومن فاهمني نفكر الموت نفكر الموت. انا عم باسكو الدنيا فانيه ما عنده معنى والو يا، واش راح نتفكر؟ نتفكر واش جوزت البارح ولا البارح ولا واش جاي.